طبعا نحن متواجدين اليوم في الذكرى الرابعة لاحتلال عفرين من قبل الاحتلال التركي الغاشم على منطقة عفرين التي تعتبر جزءا من الأراضي السورية جزءا لا يتجزأ منها. طبعا نحن كمكون عربي ندين ونستنكر هذا العدوان الغاشم الذي احتل منطقة عفرين بحجة الحفاظ على أمان واستقرار هذه المنطقة على عكس ما يحصل حاليا من انتهاكات بحق المنطقة وحق المكونات بشكل عام وبحق المرأة بشكل خاص. طالب المنظمات الدولية وحقوق الإنسان باتخاذ دور حقيقي وفعلي من هذا الموقف ونطالب حكومة سورية بأن تدافع عن أراضيها. عفرين هرمي دردور اكي داگر كركر تشتكو خويا دكت ويدا ميدا حتى نها هين تشت ظلم وزوافتل ويدا ردك هين دوازي ده نكتان الويدا رساكيني درباسي هرمي دنبو دولة سوري همي نجيما اسجي جاب اخوال هم باربي تشتي گر شخوا اوجي يكتبي وابو دولتي نابنا تاويجي تشتي خوال هم باربي تشتي كركر لاما هرما عفرين هرما كي كردا هرمك كردي بو هرمك اجتحى زرودوز.